بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم على الصورة دي، جمعت فيها ثلاثة من لهم دور مؤثر جدا في تاريخ مصر الحديث. رئيس الجمهورية حسني مبارك، طبعا عارفين هو اتشال ازاي. الدكتور كمال الجنزوري شغل مراكز كتيرة جدا لفترات طويلة، والمشير ابو غزالة طبعا الاكثر شهرة في تاريخ الجيش المعاصر. ليه حسني مبارك غدر بهم هما الاثنين؟ ده موضوعي. طبعا احنا عارفين ان الكرسي مدة طويلة ده مرض، يعني اي واحد يقعد في نفوذ مدة كبيرة مرض، بيجيله مرض السلطة والنفوذ والكرسي والحاجات دي كلها. انا افتكر كويس جدا لما حسني مبارك اطاح بالدكتور جمال الجنزوري، كان قبل ما يسافر شرم الشيخ، الجرائد بقى والاعلام وكل الكلام ده بقى كله، قرارات هامة، قرارات جذرية، قرارات مغايرة للدولة، حاجات من الكلام الكبير بتاع الجرائد ده اللي بتسقف سقف سقف. وانا ساكن في منطقة السبع مرات، فكنت بحب اتمشى ورانا كده في جنينة كبيرة بتطل على مطار ألمازة، فوانا باخد مشيتي يوميها يعني، لقيت عند مطار ألمازة الدنيا مقلوبة، ايه حسني مبارك جاي من شرم الشيخ. قلت اتفرج على الموكب يعني، فضول تسالي. وموكب بقى طلع بقى موكب عملاق وكده، انا يوميها شفت وشه جوه العربيه يعني، ودي كانت اول مره اشوفه فعلا يعني. وخلاص رجع بقى قررت ببكره، واذا ان هو بكره يطيح بالدكتور كمال الجنزوري الاكثر شعبيه كرئيس وزارة في عصره. ليه؟ لان الغيرة من شعبية الدكتور كمال الجنزوري اللي كان بيعمل بضمير، مش حرامي، ما عندوش مبدأ السبوبة والكلام ده كله. ازاي يبقى في حد الشعب بيحبه في عهد السيد رئيس الجمهورية؟ ما ينفعش، مدام محبوب ولو شعبية لازم يطاع به، مش مهم بقى مصلحة الوطن والكلام ده كله. لا يا لا لا، قلب 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 الزبون. نفس الوضع تم مع المشير ابو غزالة، كان له شعبية جارفة و يعني ومتواضع، وهو عنده نفوذ جامد جدا وكان محبوب جدا في الجيش، زي بالظبط المشير عبد الحكيم عامر الله يرحمه لغاية 67 يعني، كان محبوب جدا 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 في الجيش، مفيش حد في الجيش ما زعلش عليه ولا حصل له، غير شوية ناس كده من هما الناصريين بتوع النكسة والوكسة. فطبعا ابو غزالة كان له شعبية جارفة، فبالتالي كان لازم يطاح به، وبالتالي طلع اللي طلع بقى واتقال اللي اتقال، وعشان يبقى في اسباب للاطاحة به. في قصة بيروها كده عن صناعة صواريخ مصري مع الارجنتين يعني، بس طبعا الغيرة من الشعبية ده سبب رئيسي للإطاحة بلهم نفوذ في مصر. كمال الجنزوري كان وزير تخطيط، يعني ما كانش منفذ، كان بيخطط بس مدة كبيرة جدا في مصر، وبعدين رئيس وزارة مرتين، وكان حافظ كل حاجة عن مصر بالأرقام والبداية والإعداد وكل حاجة يعني، كان عنده كمبيوتر في دماغه، وهو دارس في جامعة ميشيغان، وطبعا له كتاب وناس بتقراه يعني، وشخصية محبوبة وله شعبية، والناس فرحت جدا جدا، قابلته بقبول جامد قوي لما رجع رئيس وزارة. طبعا حسني مبارك اطاح بيه بسبب يعني، بصراحة انا مش عارف يعني، هي الناس دي ما بتخافش من ربنا؟ ما عرفش. المشير ابو غزالة وزير الدفاع ايام الرئيس المرحوم البطل أنور السادات، فهو طبعا قديم وقائد سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، فهو من أبطال حرب أكتوبر، وأنا لا أنكر أن حسني مبارك من أبطال حرب أكتوبر، أنا بتكلم على اللي حصل بعد كده، وله مؤلفات عديدة وكتب عنه كتير، شخصية مرموقة. أنا شخصيا ليا معاه كده قصة كده هامشية كده، كنت مرة سايق العربية، فكان أياميها مصر مليانة عربيات مازدا في البلد، كانت مبدورة عربيات مازدا من اليابان، فلقيت عربية مازدا طالع منها تلات قرايب كده شكلهم غريب، وكوبيه بابين بس، فقلت امد شوية اشوف مين اللي سايقها ده، واشوف العربية من الجنب،
واذا بيه افاجئ ان فيها المشير ابو غزاله في عز مجده وقوته. ويعني الراجل لاني عايز ابص له واسلم عليه، انا ابتسمت، هو ابتسم وهدى وسلم كده بايده، عمل لي تحيه وما سابنيش غير لما يعني فضل ماشي جنبي ولزق العربيه جنب العربيه لغايه لما يعني خلاص انا احرجت ان افضل لازق فيه كده بالعربيه. فلا حرس ولا موتوسيكل ولا شرطه عسكريه، العربيه لوحده هو سايقها وقفل ازاز طالع منها ثلاث قرايل، طبعا اكيد كله ايريال ده مشكله، وابتسامه عريضه وسلام ويعني حاجه جميله جدا جدا جدا. بالمناسبه انا مره زمان لما كان حسني مبارك نائب رئيس الجمهوريه برضه كنت رايح عندي مشوار في صلاح سالم، هو كان ساكن في مصر الجديده، فالشارع صلاح سالم عند العروبه كان مقفول خالص، ووص جنبي لقيت حسني مبارك كان نائب رئيس الجمهوريه مزروق جنبنا في الشارع في المرور واقف ومعاه ولاده كانوا صغيرين شويه يعني. ف يعني مش عارف ليه الناس بتتحول من الحياه الطبيعيه لحياه غريبه كده بعدين. المهم ما علينا، ان برضو المشير ابو غزاله اطاح به لشعبيته الجارفه، الراجل كان عنده كاريزما جامده جدا، محبوب ومتواضع، ويعني الله يرحمه ما سمعناش عنه اي حاجه، والجنزوري الله يرحمه ما سمعناش عنه اي حاجه، ناس عاشت حياه طبيعيه. لو شفنا التاريخ ميلادهم هنلاقي ان هو متقارب نسبيا يعني، فهم في عمر متقارب، لكن هم طعنوا من الرئيس حسني مبارك اللي هو اول 10 سنين كان رئيس معتدل، بعد كده بعد حرب الكويت مصر دخلها فلوس كتيره جدا جدا من الكويت، وحصل الغاء للقروض كتيره جدا جدا، وابتدى عصر السبوبه وابتدى عصر الفساد، وبعد كده دخلنا في عصر التوريث والفساد كبر كبر، وتكرار تزوير الانتخابات في الاخر كانت حاجة تخلي اي مواطن يزق من حياته، وبعدين اللي حصل حصل بقى، خد نصيبه كما ينبغي. بس فانا حبيت بس اشوف ان السلطة احنا عندنا هنا ان اي واحد في السلطة العليا ما بيقبلش ان يكون جنبه حد عنده شعبية، يعني حاجة ما فيش حاجة اسمها شعبية، شعبية يا بابا شعبية رئيس جمهورية بس، اي حد يظهر جنبه لازم يتشال لازم يطاح بيه باي سبب من الاسباب. للاسف للاسف جدا.